السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد منصور. في هذا الدرس القصير حنجاوب على سؤال: ليش بعض الأسطح في السكتش أب تظهر باللون الأبيض بينما في أسطح تظهر باللون السكني تقريبا، وأحيانا بيكون مائل للأزرق شوية؟ إيش السبب؟ الحقيقة إنه في وجهين للسطح، يعني أي سطح من الأسطح لما برسمه حيكون له وجهين، وجه يسمى الوجه الأمامي وحيظهر باللون الأبيض، وجه يسمى الوجه الخلفي أو الداخلي وحيظهر باللون السكني. يفترض دائما يكون الوجه الأمامي هو الظاهر، بينما الوجه السكني هو الوجه الموجه للداخل أو المخفي. يعني هذا البوكس لو أنا عملت له بوش أند بول كويس وطلعت عليه، حلاقي إن كل أوجه من الخارج أبيض، لكن لو فتحت هذا الصندوق، حذفت السطح هذا وطلعت عليه من جوا، حلاقي ان الاسطح من جوا ظهرت باللون السكني. زي اي حاجة، يعني لو بدنا نشبهها مثلا قميص او كذا، له شكل خارجي وشكل داخلي. اكيد من الخطأ اكون لابس القميص بالشقلوب او مبين الجزء الداخلي من القميص، تمام؟ لازم يكون الوجه الخارجي هو اللي ظاهر، بينما الداخلي هو المخفي او مش مبين. ايش بأثر هذا في برامج ال 3D؟ ممكن في السكتش ما تحسيش او تحس فرق بين الداخلي والخارجي، الاثنين بيظهروا والاثنين بتلونوا، فيش اي مشكلة. لكن المشكلة الحقيقية حتظهر لما اصدر شغلي لبرامج اخرى، لما اوديه مثلا على الماكس او على اللوميان. الاوجه الامامية هي فقط اللي بتظهر في الريندر، لما بعمل رندر وعملية الإنتاج النهائي للصورة، فقط الأوجه الأمامية اللي بتظهر، بينما الأوجه الخلفية كأنها مش موجودة، حتبين مخفية. في الماكس تحديدا الأمور أصعب من اللوميان. يعني في الماكس أي وجه مقلوب مش حيظهر في الرندر. ممكن في اللوميان لو وجه مقلوب وعليه خامة ممكن يظهر، لكن لو مقلوب ومعلوش خامة زي هذا اكيد مش حيظهر في الرندر في اللوميان. خلينا نجرب عشان نفهم الاشي هذا. لو بدي اخذ الشغل هذا على الماكس، طبعا بهمناش في الدرس هذا طريقة التصدير، لكن لو بدي اخذ شغلي على الماكس ايش حتكون النتيجة؟ طيب هاي الشغل بعد ما نقلناه الى الماكس، مثلا لو عملت رندر لهذا الجزء، طبعا هون مبين كأنه صحيح، مبين فيش مشكلة، لكن المشكلة حتظهر في الرندر لعملية الإنتاج النهائي للصورة. لو عملت رندر حلاقي إنه الأوجه تاعت البلكونة مش مبينة، لأنها كانت في السكتش مقلوبة. برضو لو طلعت مثلا على الأرضيات عملت رندر، أحس إن الأرضيات مش موجودة. فهذه هي مشكلة الأسطح المقلوبة. لذلك دائما الأسلم إنه أنا أقلب الأسطح وأتأكد دائما الأسطح دائما تظهر باللون الأبيض، لأنه أنا بعرفش ممكن شغلي هذا أكمله على السكتش، ممكن لاحقا أقرر أخده على اللوميان، أقرر أخده على الماكس. كيف بقلب الأسطح؟ ببساطة بضغط كليك يمين على السطح المقلوب واقول ريفيرس فيس، اقلب الوجه، بصير الوجه الخلفي امامي والامامي خلفي. لو ضغط على هذا ريفيرس فيسز، كذلك هذا بالكنترول بحدد اكثر من سطح وبعمل ريفيرس فيسز. الان لو صدرته بهذه الطريقه مش حيكون في اي مشكله. وطبعا العمليه هذه المفروض تنعمل اول باول، يعني ما اجلش عمليه الريفيرس فيس للاخر، ولا حتصير المساله معقده وصعبه. كل قطعه بنجزها باتاكد ان اوجهها مقلوبه. خلصت الشباك اوجهه مقلوبه تمام، بعدين ممكن الونه، او عفوا اوجهه يعني صحيحه، الوجه الامامي هو الظاهر. الباب خلصته، قطعه العفش الاولى الثانيه، كل قطعه بخلصها بتاكد ان اوجهها صحيحه 100%. وهكذا بكمل بهذا السيستم. في نهاية المشروع بلاقي انه كل المشروع عندي الاوجه فيه صحيحة وممكن تكون جاهزة للتصدير. يعطيكم العافية.